بدليل ان يعني خلينا اكون معاك صريح واقول لك ان انا منذ فتره قريبه حضرت جلسه مهمه فيها وزراء وكبراء. انا كنت معاك في الجلسه دي اللي كان فيها محلب. تمام. ايوه. وقد سمعت اخطاء لغويه وانا عارفه منين. كانت بتوجعني. كنت موجودة طبعا. ايوه موجودة وكانت بتوجعني. واكيد بتتوجعي. بالظبط. وانت لسه بقولك بتوجعني. يعني ورغم انها متشكلة وساعات كان بيتراجع فيها ويقول الشكل المظبوط. يعني فضل. في حاجات. فانا بقصد ان انا كنت باخد للولاد امس خليهم يرجعوا بكل اللي درسوه يحاولوا يفتكروا كل انواع اذا كانت ادوات اذا كانت حروف اذا كان كده يفتكروا كل الانواع بامثلة عليها. اتكتبت على جنب. وهم عندهم النص فيه حاجة معينة. إذن في الحتة دي بصوا لقوا ما اجتمعت من كل الأنواع الدروس اللي هم خدوها اجتمعت لهم في مكان واحد. فاستوعبت. تمام. وقت ما تجيلهم بأي صيغة من الصيغ يبقى عارف على طول. عارفها. طيب هل الإعراب يعني مثلا أنا في كثير من الأوقات لما مثلا أقول مقدمات في البرامج أو أقرأ نص معين يصح اجي عند بعض الكلمات واهرب من تشكيلها لاني ما قدرتش اعرف بالظبط موقعها من الاعراب في عربها. فاسكنها. سكن تسلم. سكن تسلم. حتى دي قاعده في اللغه. يعني بيقولوها الناس اللي مش عايزين يشتغلوا في الاعراب. اول مره اعرف. سكن تسلم. يعني اذا كنت شاكك في حاجه سكن تسلم.